السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للامتحان التجريبي المؤهل للامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية مادة اللغة العربية. إذن نبدأ على بركة الله. نقرأ النص: يستطيع كل إنسان أن يكون مواطنا صالحا، وذلك بأن ينهض بواجبه نهوضا متواصلا، ويخلص في عمله بما يفرضه الشعور بهذا الواجب، يحب وطنه ويدافع عن مكتسباته ومقومات حضارته كلها. فالمواطن الصالح نفسه هو الذي يقوم بعمله على الوجه الأكمل، سواء كان تلميذا يتابع تعليمه، أو تاجرا يتعاطى التجارة، أو صانعا يشتغل في مصنعه، أو موظفا يدير شؤون مكتبه. إن كل بلاد تطلب التقدم الصناعي وتبحث عن السبل ليصبح اقتصادها أكثر قوة، تحتاج إلى إخلاص أبنائها في كل ميدان من ميادين العمل رغبة في تحقيق هذا الطلب. فعندما يجعل كل مواطن ضميره رقيبا على نفسه، يبتعد عن التقصير ويسرع لأداء واجبه في حينه، ويحقق الفوز والتقدم لوطنه. إذن أول مكون القراءة. أحدد نوعية النص مما يلي: هو نص سردي، إخباري، وصفي، توجيهي أو حجاجي، تفسيري. إذن هذا النص هو حجاجي تفسيري. أكمل شبكة مفردات كلمة الوطن. إذن الوطن، شبكة مفردات كلمة الوطن: الانتماء، الواجب، الحب، التضحية. إذن الانتماء، الواجب، الحب، التضحية. أصل كل جملة بمعناها: حقق التاجر أرباحا، أنجز، جمع أرباحا، أخذ أقواله فيها، أو تثبت منه بطرق التحقيق. إذن حقق التاجر أرباحا بمعنى جمع أرباحا، حقق القاضي مع المتهم في القضية، أخذ أقواله فيها. إذن حقق ما كان يتمناه، أنجز. حقق النص أو الكتاب، تثبت منه بطرق التحقيق. أضيف صفات إلى الكلمة الآتية: المواطن. إذن المواطن الصالح، المواطن المدافع، المواطن المخلص. إذن الصالح، المدافع، والمخلص. أتمم عائلة كلمة وجب: وجب، وجوب، واجب، أوجب. إذن وجوب، واجب، أوجب. أفهم أضع في علامة في الخانة المناسبة. إذن المواطن الصالح يقوم بواجبه أبدا، صحيح أم خطأ؟ نعم صحيح. المواطن الصالح يحب وطنه ولا يدافع عنه. إذن أحب وطني ولا أدافع عنه، خطأ. أحب وطني وأدافع عنه. المواطن الصالح يحب وطنه ويدافع عنه، نعم صحيح. لماذا يحتاج الوطن إلى مواطن صالح؟ يحتاج الوطن إلى مواطن صالح ليصبح قوة اقتصادية. استخرج من النص عبارات تحدد صفات المواطن الصالح. إذن استخرج من النص عبارات تحدد صفات المواطن الصالح: أن ينهض بواجبه نهوضا متواصلا، ويخلص في عمله بما يفرضه الشعور بهذا الواجب، يحب وطنه ويدافع عن مكتسباته ومقومات حضارته كلها.
لأن هذه العبارات التي تدل على وتحدد صفات المواطن الصالح. أن ينهض، بواجبه نهوضا متواصلا، ويخلص في عمله، ويحب وطنه، ويدافع عن مكتسباته، ومقوماته الحضارية، نكمل. أكتب الفكرة العامة للنص والفكرة الرئيسية لكل فقرة. إذا الفكرة العامة صفات المواطن الصالح الذي يساهم في تطور بلاده اقتصاديا. إذا صفات المواطن الصالح الذي يساهم في تطور بلاده اقتصاديا. بالنسبة للفكرة الرئيسية، الفقرة الأولى صفات المواطن الصالح. الفقرة الأولى تتحدث عن صفات المواطن الصالح. الفقرة الثانية تتحدث عن أن المواطن، تتحدث على أن المواطن الصالح من مقومات تقدم وازدهار الوطن. المواطن الصالح، الصالح من مقومات تقدم الوطن. ألخص النص في بضعة أسطر انطلاقا من الأفكار الأساسية. إذا المواطن الصالح هو الذي يقوم بواجبه ويحب وطنه ويدافع عنه بكل إخلاص ويساهم كذلك في تقدمه ليصبح قوة اقتصادية. ويساهم كذلك في تقدمه ليصبح قوة اقتصادية. قال الكاتب: يستطيع كل إنسان أن يكون مواطنا صالحا. إذا استخرج القيمة التي تشير إليها هذه القولة. إذا القيمة التي تشير لها هذه القولة هي قيمة المواطنة، قيمة المواطنة. ورد في النص أن تحتاج إلى إخلاص أبنائها في كل ميدان من ميادين العمل رغبة في تحقيق هذا الطلب. أبدي رأيي في هذه الفكرة. إذا الوطن لكل وطن، أو الوطن لابد له من مواطن صالح. إذا لابد للوطن من مواطن صالح. هذا المواطن يتفانى في عمله، يدافع عنه ليصبح متطورا متقدما في كافة المجالات. إذا يحتاج الوطن إلى مواطن صالح يتفانى في عمله ويدافع عنه
ليصبح متطورا ومتقدما في شتى المجالات. يحتاج الوطن إلى مواطن صالح يتفانى في عمله ويدافع عنه ليصبح متطورا متقدما في شتى المجالات. إذن المجال الفرعي الأول صرف التحويل، الدوائر اللغوية صرف التحويل، واحد من الأفعال وأوظفها في جمل. إذن الفعل نهضة نوعه صحيح سالم، صحيح سالم. توظيفه في جملة، نهضة الفلاح باكرا. دار فعل معتل أجوف، معتل أجوف. إذن دار العداء سبع دورات، دار العداء سبع دورات. حقق فعل صحيح مضعف، حقق فعل صحيح مضعف. حقق الفريق فوزا ساحقا، حقق الفريق فوزا ساحقا. اقرأ اسم الفاعل واسم المفعول المناسب. لدينا صانع، مستعمل، منشغلة، مستفادة. إذا الهاتف الذكي لأغراض متنوعة. إذا الهاتف الذكي مستعمل، عندي هنا اسم المفعول مستعمل لأغراض متنوعة. التاجرة، إذا التاجرة منشغلة اسم فاعل، منشغلة بتجارتها. فان كل صانع في إتقان عمله، كل صانع في إتقان عمله. علم ودروس كثيرة مستفادة. من هذه القصص عبر ودروس كثيرة مستفادة من هذه القصص. اسم الزمان والمكان واسم الزمان المناسب لكل جملة. مطلع، موعد، مستودع. المغرب، المغرب موضع حضارات حضارية في التاريخ، ضاربة في التاريخ. المغرب موطن اسم مكان، حضارات ضاربة في التاريخ. منذ مطلع الفجر، والليلات المظلمات تحقن بالمختبر. منذ مطلع الفجر والعاملات المثابرات تلتحقن بالمختبر. حدد العلماء موعد عودة الحياة إلى طبيعتها. وضع حواسيب في مستودع خاص، خاص لحمايتها. إذن المغرب موطن حضارات ضاربة في التاريخ. منذ مطلع الفجر والعاملات المثابرات يلتحقن بالمختبر. حدد العلماء موعد عودة الحياة إلى طبيعتها. وضعت الحواسيب في مستودع خاص لحمايتها. صوغ اسم الآلة من الأفعال الآتية. إذا نشر اسم آلة، منشار على وزن مفعال، منشار. قص، مقص. آلة من فعل قص، مقص. الفعل اسم تفضيل، فضل، أفضل، فضل، أفضل. صغر، أصغر. اكتب العدد بالحروف واختار المعدود المناسب. اذا في المختبر العلومي 24 حاسوبا او 24 حاسوبا، حاسوب، حاسوب. اذا في المختبر اربعة
وعيشون حاسوبا، نتعاون 10 مخترعين أو عفوا هنا 10 مخترعين أو 10 مخترعات، مخترع مخترعات، إذن نتعاون 10 مخترعات مخترعات في المشروع. يواجه الخبراء 4 عقبات عقوبة، إذن يواجه الخبراء 4 عقبات. أتمم بالجمع المناسب، الخبراء تحديات حلول مصابيح، إذن يواجه العالم تحديات كثيرة. يبحث عن، إذن يبحث الخبراء عن حلول ناجعة للتخفيف من تلوث الكون، إذن يبحث الخبراء عن حلول للتخفيف من تلوث الكون. المجال الفرعي الثاني التراكيب، أنتج جملا حسب المطلوب، جملة تتضمن فعلا مضارعا منصوبا بلن مع شكل الفعل، جملة تتضمن فعلا منصوبا بأن مع شكل الفعل، إذا جملة تتضمن فعلا منصوبا بلن لا أتأخر، لن أتأخر عن زيارة صديقتي، أو لن أهمل واجباتي، جملة تتضمن فعل مضارع منصوب بأن. عليك أن تراجع دروسك استعدادا للامتحانات، عليك أن تراجع دروسك استعدادا للامتحانات. أنجز المطلوب، أدخل أداة جزم وأشكل إلى المضارع، إذا يتخلف عن مواجهة الخصم، إذا لم يتخلف عن مواجهة الخصم، يثابر في عمله، من يثابر ينجح في عمله. أكمل الجمل يناسبها من أفعال 5 أو أسماء 5 مما يأتي، المغاربة بالأعياد الوطنية والدينية، إذن المغاربة يحتفلان، إذا يحتفلون بالأعياد الوطنية والدينية. أنت أيتها المواطنة تنهضين بواجبك نهوضا متواصلا. حقق أرباحا في تجارته لإخلاقه وأمانته، إذا حقق أبوها، إذا هنا أبوها أرباحا في تجارته إخلاص وأمانته. وركب جملة مفعولة حسب المطلوب، إذا جملة تحتوي توكيدا لفظيا مستعملا كلمة الواجب، إذا الواجب لا تتركه، الواجب لا تتركه. جملة تتضمن إذن معنوية مستعملة جميع، إذن حضر الضيوف جميعهم، حضر كما كان بأن التوكيد يتبع المؤكد في حركة إعراب جميعهم. إذا أتمم جملا بالتمييز الملائم، نخلات حبا جوزا، ازداد المواطن
لوطني، إذا حبا حبا لوطني. باع التاجر 50 كيلوغراما جوزا جوزا. غرس البستاني 5 أخلات. أكمل بحال مناسبة. استقبلت المسؤولة المواطنين، ابتسم حال مفردة. إذا استقبلت المسؤولة المواطنين مبتسمة، مسؤولة مبتسمة. توجه العامل إلى عمله وحال جملة اسمية، وهو نشيط. إذا توجه العامل إلى عمله وهو نشيط. ننتقل لمكون الإملاء، عفوا التراكيب ثم الإملاء. الإعراب، أعرب الكلمات التي تحت سطر حسب موقعها في النص. مواطنا، يقض نفسه قوة. إذا مواطنا، يكون مواطنا. إذا مواطنا هنا اسم كان، بأن ينهض هنا ينهض. ملي كنجيو للنص كنلقاو أن نهض ينهض، ينهض فعل مضارع دخلت عليه أداة النصب، إذا فعل مضارع منصوب. فالمواطن الصالح نفسه هنا، نفسه توكيد مرفوع تابع للمؤكد في حركة إعرابه، وهو مضاف الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. قوة، إذا قوة. تمييز منصوب، أكثر قوة. تمييز منصوب. دائما كنرجعوا النص باش نعرفوا الإعرابي لكل كلمة. مواطنا اسم كان منصوب، إذن وعلامة نصبه الفتحة الدائرة على آخره. إذن ماذا قلنا؟ نفسه، إذن توكيد معنوي مرفوع أو تابع للمؤكد في حركة إعرابه، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. ينهض فعل مضارع منصوب بإن. قوة تمييز منصوب. المجال الفرعي الثالث، الإملاء، أكمل بهمزة وصل أو همزة قطع. إذا إن المواطن الصالح من يواظب على إنجاز الواجب المطلوب منه. إذا إن، إذا همزة قطع. إن المواطن همزة وصل صالحة، لا تنطق في سياق الكلام. من يواظب على إنجاز، إذا همزة قطع الواجب وصل المطلوب وصل منه. ابن أو ابن وفق المطلوب. إذا ابن سيمين عالم عربي مشهور. إذا جاءت في بداية الكلام همزة وصل. ابن سينا عالم عربي مشهور. خالد، خالد بن الوليد. إذا عندي هنا وقعت بين علامين، إذا همز تحذف الألف، تحذف ألف ابن لأنها بين اسمين علمين. أتمم بالألف المناسبة. سما، يسمى القلبة الألف فالألف ممدودة. عصا، عصوان. إذا قلبت الألف أيضا ممدودة. مشى، ناخذه في المضارع يمشي. إذا قلت ياء ألف مقصورة. منتهى، إذا قبل الألف هاء، لو كان ستكتب ممدودة إذا ستكتب مقصورة. منتهى. أملأ الفراغ كلمة المؤلفة، إذا صار مؤلف، مؤلف، مؤلف على الألف أو الواو أو السطر. إذا مؤلف، إذا كتبت تكتب الهمزة على الواو لأنها مفتوحة وقبلها ضمة. مؤلف، مؤلف لأن قبلها ضمة وهي مفتوحة. الكتب، ذائع الصيت. صار مؤلف الكتب ذائع
دائعة الصيتي، إذا ستكتب على الياء لأنها مكسورة. دائعة الصيتي. قرأ قارئ، إذا ستكتب على الياء، تكتب على الياء لأن قبل كسرة أو على شبهية، نقول شبهية. قارئ نص ببطء على السطر، لماذا على السطر؟ لأن قبلها سكون، كيف هو؟ سكون حي، وتكتب على السطر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، أستودعكم الله لا تضيع ودائعه. وقبل الختام سأخبركم بأن كتابي ستجدونه في فيديو منفصل إن شاء الله، الفيديو اللي وراء الفيديو غتلقاو تعبير الكتابي. مع السلامة.